السلام عليكم ورحمة الله، يا رب إن شاء الله كلكم تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الماسكولار تيشو. الماسكولار تيشو بتاعي يعتبر هو الثيرد تايب اوف تيشوز اللي موجود عندي. هو زي ما احنا عارفين، احنا اتكلمنا على اننا عندي فور بيزك تيشوز في الهيستولوجي. اخدنا الابيثيليوم واخدنا الكونكتيف تيشو، وده الثيرد تايب اللي هو الماسل تيشو، وعندي كمان اللي هو النيرفس تيشو. نتكلم اول حاجة عن different types of muscle tissue. انا عندي ثلاث انواع من الماسل تيشو، بنقسمهم على حسب الفانكشن وعلى حسب الشكل بتاعهم. فاول حاجه عندي هي السكيليتال ماسل، من اسمها ان هي كونكتد تو ذا سكيليتون. كمان بنسميها فولنتري، لان احنا بنقدر نتحكم فيها، انت تقدر تفرد ايدك او تتنيها زي ما انت عايز. وكمان بنسميها استرايتد، لان احنا هنشوف فيما بعد ان بيبقى فيه جواها حاجات مخططه معينه، هي دي اللي بتديها اسم استرايشن. بعد كده عندي ثاني نوع، وهو السموز ماسل. السموز ماسل ده نوع بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في الفيسرا من الداخل، الانترنال اورجنز، مثلا زي الاستومك، زي اليورينري بلادر. ثالث نوع عندي هو الكاردياك ماسل. الكاردياك ماسل دي بتبقى موجوده في الوول اوف ذا هارت. هنبص نلاقي ان احنا عندنا السموز ماسل كانت انفولنتري نون استرايتد ماسل، اما الكاردياك ماسل فهي انفولنتري استرايتد ماسل. جمعت ما بين كاركتر للسموز ماسل ان هي انفولنتري ولكنها معاها استرويتد، زي ايه؟ زي السكيليتال ماسل فايبرز. تعالى الاول نتكلم ان احنا في حاجات معينه هنستخدمها واحنا بنتكلم عن الماسكولر تيشو بتاعي. هنبص نلاقي مثلا ان الماسل سيل بنسميها ماسل فايبر، الماسل سيل ميمبرين بنسميها ساركو لما. طب كلمه ساركو دي جايه منين؟ ساركو باللاتيني معناها فلاش، يعني لحمه، كويس؟ فعشان كده اي حاجه لما اقول كلمه ساركو يبقى هي ريليتد للماسل. لما اجي اتكلم عن المصل سيل سايتوبلازم يبقى اقصد بيه ساركوبلازم. عندي السموز اندوبلازميك ريتيكولوم بتاعه المصل اسمها ساركوبلازميك ريتيكولوم. طيب قبل ما ابتدي اتكلم عن السكيليتال مصل، هي الفانكشن بتاعتها ايه؟ هي مين لي عباره عن فولنتري موفمنت، تمام؟ بتبقى موجوده فين؟ بتبقى مين لي اتاتشد تو ذا سكيليتون، وكمان بتبقى موجوده عندي في اجزاء زي التونج، دليل انك قادر تحرك لسانك بسهوله، وكمان عندي في الفارنكس. المصل سيل زي ما اتفقنا بنتكلم عليها، بنقول ان هي إيه اسمها مصل فايبر. طولها بيختلف، ممكن يوصل عندي من 1 الى 40 ملم ان لينث. بالنسبه للسايز بتاعها ممكن يوصل عندي اب تو 0.1 ملم او 100 مايكرون ان دايمتر. المصل فايبرز بتاعتي في السكيليتال مصل بتبقى نون برانشنج. يعني ايه نون برانشنج؟ يعني هنتكلم زي ما هنشوف دلوقتي ان الفايبرز بتبقى ماشيه كده بالطول، مثلا كل واحده ماشيه ايه؟ ماشيه لوحدها، ما بيحصل لهمش ان هم يبقوا برانشنج اند انستموزنج توجذر، يعني ما بيتجمعوش مع بعض. قال لك لا، في حتتين مهمين قوي اللي هم التانج والفيس، هنلاقي فيهم ان السكيليتال ماسل فايبرز دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى برانشنج. طب تعالى الاول نتكلم عن الهيستولوجيكال فيتشر بتاعه السكيليتال ماسل فايبرز. الهيستولوجيكال فيتشرز بتاعت السكيليتال ماسل فايبرز دي هنعرفها ازاي؟ يبقى على طول بتكلم على لايت مايكروسكوب وبتكلم عن الكترون مايكروسكوب. انا الحقيقه بقول لك ازاي انت هتستنتجها معايا. تعالى نفهم قصه بسيطه جدا. واحنا لسه امبريو اجينا، بنلاقي في عندنا خليه اسمها مايوبلاست. كل الماسكولار تيشو بيبقى ميزوديرمال ان اورجن، كويس؟ السكيليتال ماسل عندي بتطلع من خلايا ميزوديرمال ان اورجن اسمها ايه؟ اسمها مايوبلاست. كل واحده بتبقى مونونيوكليتد سيلز بالشكل ده، وبعدين يبقوا فيوزد توجذر. بعد كده الخلايا دي تبتدي ايه؟ تتحد مع بعضيها بالشكل ده، والسيل ميمبرين بتاعتها تبقى تختفي تقريبا، وكانها بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي وان تيوب، بتعمل لي ايه؟ تيوب واحده بالشكل ده. مش كل المايوبلاست كلها تبقى فيوزد مع بعضها عشان تعمل لي التيوب ده، بيفضل عندي شويه منهم ما بيخشوش عندي في موضوع الفيوجن ده. طب ايه اللي نتج عندي؟ اللي نتج عندي دلوقتي ان انا عندي ماسل فايبر. الماسل فايبر ديت يعني خليه من خلايا العضله، تمام كده؟ بتبقى ايه؟ بتبقى مالتي نيوكليتد. طب ليه مالتي نيوكليتد؟ لان احنا لسه قايلين حالا نتيجه الفيوجن اوف ذيس سيلز توجذر، خلاص كمان ما بقاش ما بينهم بين بعض بوردرز، ما فيش فواصل ما بينهم، ده هم اتحدوا كلهم مع بعض وعملوا لي ايه؟ وعملوا لي وان ماسل فايبر في الاخر. زي ما قلت في الاخر ان انا ينشا عندي وان سيلندريكال ستراكشر كده بنسميها ماسل فايبر، وواضح جدا انها ايه؟ انها مالتي نيوكليتد. طيب
زي ما قلت من شوية إن مش كل المايوبلاست دول بيبقوا انفيوزد مع بعض، بيفضلوا شوية منهم بنسميهم in relation للسيل ميمبرين بتاعت هذه developing muscle fiber اسمها إيه؟ اسمها satellite cells. يبقى دلوقتي بقى تعالى نشوف باللايت مايكروسكوب إزاي السكيليتال ماسل فايبرز هتبقى. لما أجي أتكلم على اللايت مايكروسكوب يبقى بتكلم على الشيب بتاعها، على الساركوبلاز وعلى النيوكليوي. أول حاجة لو أنا جيت في العضلة وقطعتها لونجيتيودنال سكشن هبص ألاقيها إن هي بتبان الماسل فايبرز عندي بتبان إزاي؟ يعني إيه يا جماعة؟ يعني دي خلية ودي خلية ودي خلية، كل واحدة منهم اسمها إيه؟ اسمها ماسل فايبر زي ما اتفقنا. شكلها ايه؟ شكلها سيلندريكال ان شيب، ده في اللونجيتيودنال سكشن بتاعي اهو. وبعدين الساركوبلازم بتاعها از اسيدوفيليك زي ما احنا شايفين، شوينج ايه؟ شوينج استريشنز. ايه هي الاسترايشنز دي؟ احنا شايفين الترنيتنج ايه؟ دارك اند لايت باند بالشكل ده، حاجات غامقه وحاجات فاتحه، بيسموها ايه؟ بيسموها كروس استريشن. هينس ده نايم، عشان كده انا سميت السكيليتال ماسل ايه؟ استريتد ماسل. ما بين زي ما احنا شايفين بعد كده انا عندي ايه؟ انا عندي نيوكليوي. طب انا دلوقتي هسالك سؤال، انا عندي هنا في السكيليتال ماسل فايبر يعني في الخليه الواحده من السكيليتال ماسل عندي نيوكليس واحده ولا اكتر من نيوكليس؟ على طول هتقول لي ميني نيوكليوي. طب ايه السبب؟ علشان نفتكر مع بعض واحنا بنتكلم في الامبريو، ده حصل نتيجه الفيوجن بتاع الايه؟ بتاع المايوبلاست، فنتجت عندي 1 ماسل فايبر في الاخر بتبقى مالتي نيوكليتد. طب فين النيوكليوي بتاعتي؟ النيوكليس اهي، بتبقى اوفال اند بريفيرال ان بوزيشن بالشكل ده. طب ايه اللي خلى النيوكليوي بتاعتي تبقى بريفيرال ان بوزيشن؟ هقول لك كمان شويه. ايه اللي موجود ما بين الماسل فايبر وبعضها؟ هيبقى فيه لوز كونكتيف تيشو شايل لي طبعا النيرفز، شايل لي البلاد فيسلز عشان العضله دي تتغذى وعشان يجي لها كمان نيرف سبلاي. طب لو انا جيت عملت تي اس، يعني انا لو جيت اخدت قطاع في العضله بالشكل دوت عباره عن تي اس، ايه اللي انا شايفاه؟ هي فين الاول الماسل سيل او فين الماسل فايبر بتاعتي؟ اهي اللي هي بتبقى بوليجونال ان شيب بالشكل ده. طيب تعالى نكبرها شويه، لما نكبر ادي اهي بتبقى بوليجونال وادي النيوكليس بريفيرال ان بوزيشن. وايه اللي انا شايفاه دوت؟ ادي الساركوبلازم بتاعي، الساركوبلازم بتاعي او السيتوبلازم بتاعي از اسيدوفيليك، وانا شايفه زي دوتس بالشكل ده. الدوتس ديت هي بتمثل لي ايه؟ هي بتمثل لي بالظبط الكروس الاسترايشنز اللي انا شايفاها في اللونجيتيودنال سكشن. يا ترى ايه سبب الكلام ده؟ قال لك علشان المصل دي اصلا يحصل لها كونتراكشن لازم يحصل فيه ديفلوبمنت لحاجه اسمها مايوفايبرلز. يعني جوه المصل، يعني دي لو الخليه اهي، هلاقي جواها ايه؟ بندلز اوف ثريد لايك ستراكشرز بيسموها ايه؟ مايوفايبرلز. حتى اسمها ايه؟ اسمها تصغير، يعني هي دي اسمها ماسل فايبر جواها ايه؟ مايو فايبر. كلمه مايو برضو يعني مصل. فانا سبب الاسترايشنز اكتشفوا ان سبب الاسترايشنز دي ايه؟ وجود المايو فايبرز. وده يا شباب سبب، ده برضو السبب اللي بيخلي النيوكليوي بتاعتي تبقى بريفرال بالشكل ده، لان معظم السيتوبلازم بلاقي فيه ايه؟ بلاقي فيه المايو فايبرز. اللي احنا هنكتشف فيما بعد ان المايو فايبرز ديت هي عباره عن الاكتين اند المايوزين فيلمنت اللي هو هيبقى مسؤول عن الكونتراكشن بتاع المصل. يبقى شفت ازاي هنا ربنا سبحانه وتعالى خلق هنا ادي الكونتراكتايل اليمنت بتاعتي موجوده عندي في معظم الساركوبلازم، بتعمل لي حاجه اسمها الاكتين اند مايوزين فيلمنت، بيعملوا لي حاجه اسمها مايو فايبرل. المايو فايبرل ديت هي ديت الكونتراكتايل اليمنت بتاعي اللي بيبقى مسؤول عن هذه الدوتس اللي باينه في الترانسفيرس سكشن، او مسؤوله عن الكروس استريشنز اللي باينه لي في اللونجيتيودنال سكشن. طيب بص كده معايا، في حاجه عايزه بس اقول لك عليها في الماسل فايبر في السكشن ده. الماسل فايبر اهي واضح، وايه اللي احنا شايفينه ده؟ ادي النيوكليوي اللي هي موجوده بريفيرال، وفي حاجه هنا موجوده. ايه اللي حوالين الماسل فايبر ده؟ اللي حوالين الماسل فايبر ده حاجه اسمها اكسترنال لامينا، بيفصلها عن الكونكتيف تيشو اللي حواليها. في حاجه اسمها اكسترنال لامينا، احنا خدنا قبل كده الكلام ده في الكونكتيف تيشو، وقلنا ان في بعض الاحيان بيبقى في عندي حاجه اسمها بيزمنت ممبرين مكون من حاجه اسمها بيزل لامينا ولامينا ريتيكولاريس لو تتذكر معايا. هنا لما قلنا ان ده مش موجود فقط في ما بين الابيثيليوم بين الكونكتيف تيشو بس، لا ده موجود كمان في المصل، قلنا ان هو ممكن يبقى موجود في المصل، وقلنا ممكن يكون في الاديبوز. وهنا احنا عشان كده بنسميه هنا في حاله السكيليتال المصل بنسميه اكسترنال لامينا فقط. ما بين المصل فايبر والاكسترنال لامينا مين اللي قاعده هنا جاهزه؟ دي الساتلايت سيلز، دي المايوبلاست اللي هي ايه؟ اللي هي فضلت، اللي هي ما دخلتش في موضوع الفيوجن، وهقول لك دلوقتي هي قاعده مجهزه نفسها ليه.
طيب تعالى بقى نخش على الالكترون مايكروسكوبيك بيكتشر بتاع السكيلتال موسل. الالكترون مايكروسكوبيك بيكتشر بتقول ايه؟ بتقول علشان اعرف ايه اللي موجود جوه السيتوبلازم، تعالى نقول احنا عايزين فولانتري موفمنت عشان اقدر اعمل كونتراكشن. فاول حاجه، اول ما بتكلم على اي ام يبقى انا عندي على طول اورجانيلز اند انكلوجنز. علشان ايه؟ علشان يساعدوني على مساله الكونتراكشن. تعالى نشوف ايه الاورجانيلز اللي هتساعدني. اول حاجه مايو فايبرل. المايو فايبرل ديت اللي انا قلت عليها عباره عن باندلز اوف ثريد لايك ستراكشرز موجوده داخل خليه المصل. مكونه من ايه؟ مكونه من مايو فيلمنت اللي هنسميهم اكتين اند مايوزين. فانا محتاجه كونتراكتايل اليمنت الاول، يبقى انا عشان اعمل كونتراكشن لازم يكون حاجه اللي هتعمل الكونتراكشن نفسها اللي هي مين؟ اللي هي المايو فايبرلز. هيساعدها سورس اوف انرجي، يبقى لازم يكون عندي ايه؟ ميتوكوندريا. طيب علشان اصلا هي تعمل كونتراكشن لازم يجي لها الاوردر. طب الاوردر ده اللي هو في صوره ايه؟ ويف اوف ديبولاريزيشن. هيجي لها ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها تي تيوبيول. وعلشان يحصل كونتراكشن احنا عارفين ان الكالسيوم زي ما هتاخده في الفسيولوجي بيلعب دور مهم جدا في مساله الكونتراكشن، فلازم يبقى عندي ايه؟ حاجه اسمها ساركوبلازم كريتيكولوم، هنتكلم عليها فيما بعد. الساركوبلازم كريتيكولوم ديت اللي هي سموث اندوبلازم كريتيكولوم، بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها كالسيوم بيبقى ستورد وبطلعه وقت ما انا عايزه. كمان بيبقى فيه عندي شويه فري رايبوزومز وشويه ايه؟ فيو رف اندوبلازم كريتيكولوم. انا دلوقتي عددت لك الاورجانيلز، لكن بالراحه كده هنفهم كل واحده ايه الدور بتاعها، بحيث في الاخر هتبص تلاقي انت متفهم اند يو كان بريدكت ليه الاورجانيلز دي موجوده. عندي كمان انكلوجنز. الانكلوجنز دي حاجه غريبه جدا، عندنا جلايكوجين. طب الجلايكوجين ليه؟ طبعا احنا عارفين الجلايكوجين ده عشان يبقى سورس اوف انرجي، وانت عارف في الاخر زي ما انت خدت ان الجلايكوجين في الاخر بيبقى ستورد عندي يا اما في المصل يا اما في الليفر. فهنا الجلايكوجين طبيعي جدا ان هو يبقى موجود. في عندي انذر انكلوجن غريب قوي اسمه مايوجلوبين. طب ده بيفكرك بايه؟ بيفكرك بحاجه اسمها هيموجلوبين، مش كده؟ الحقيقه هما الاثنين ليهم تقريبا نفس الفانكشن، بس كلمه مايو تعني مصل. هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن اكسجين بايندينج بروتين، يعني هو بروتين موجود في المصل وليه القدره ان هو يحتفظ بالاكسجين كانه ايه؟ مخزن اكسجين وقت ما انا ايه؟ ما انا احتاج لغايه ايه؟ ما انا احتاج عشان الانرجي بتاعتي. يبقى دلوقتي عرفنا الاورجانيلز وعرفنا تعالى نبتدي الاورجانيلز الاولانيه. ادي اول حاجه عندي المايو فايبرل اند المايو فيلمنت. زي ما اتفقنا ان انا لو عندي ماسل فايبر، ادي الماسل فايبر اهي واضحه، وادي البريفيرال نيوكلياي اللي موجوده عندي. تعالى كده نتخيل ادي الماسل فايبر هشد منها الحبل اللي جوه، هشد منها ايه؟ بندلز اوف مايو فايبرلز. البندلز دي بتمثل لي ايه؟ بتمثل لي المايو فايبر. يبقى انا هشد منها كاني هشد منها كده حاجه، دي ايه؟ كل اللي انت شايفه دوت اللي هي الدوتس اللي احنا اتفقنا عليها اللي عملت لي الاسترايشنز. خلي بالك كل ده انا شايفاه في اللايت مايكروسكوب عباره عن ايه؟ عباره عن مايو فايبرلز. المايو فايبرلز دي تعالى نشد منها خيط ارفع شويه اللي هي مين؟ اللي هي المايو فيلمنت. يبقى خلي بالك معايا، انا عندي ماسل فايبر، الماسل فايبر دي جواها مايو فايبرل. هي عباره عن ايه المايو فايبرل ديت؟ قال لك هي عباره عن بندلز of مايو فيلمنت. تعالى ناخدها بالعكس، يبقى انا عندي اكتين اند مايوزين فيلمنت يتجمعوا بشكل معين يعملوا لي حاجه اسمها مايو فايبرل. مايو فايبرل مع مايو فايبرل مع مايو فايبرل جوه السيتوبلازم بتاع المصل بتبقى ايه؟ بتبقى موجوده. تمام؟ يبقى كان المايو فايبرلز هي عباره عن ايه؟ عباره عن بندلز اوف مايو فيلمنت. يبقى 1 مايو فايبرل عباره عن بندلز اوف thread like structures اللي هي مين؟ اللي هي المايو فيلمنت. المايو فيلمنت في السكيليتال ماسل ليها arrangement محدد اللي احنا سميناه ايه؟ اللي احنا شفناه as alternating dark and light band. ده اللي بان عندي حاجه اسمها dark A band وحاجه اسمها dark light band. يبقى دي اسمها اي اي band اهي، ودي اسمها A band اللي هي الدارك. ده الارينجمنت بتاعي عباره عن ايه؟ عبارة عن أكتين and مايوزين فيلمنت. الأكتين والمايوزين فيلمنت بيبقوا أرينجد إزاي في حاجة اسمها الـ A band والـ I band. الأكتين فيلمنت بتبقى عبارة عن thin فيلمنت بتبقى attached لحاجة اسمها Z line، بيبقى جزء منها attached ليه والجزء التاني free and pass into the A band، بيخش جوه إيه؟ interdigitate كده مع الـ A مع الـ A band. الاي باند مكونه من ايه؟ مكونه من مايوزين فيلمنت، ثيك مايوزين فيلمنت. يبقى الاي باند
معظمها بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن thin filaments attached للZ line. الـ thin filament ديت passing interdigitate with the A with the myosin filament in the A band. يبقى إذا الـ A band لما أجي أبص عليها كده في عندي جزء منها في ايه؟ في thin filament موجود، يعني الأكتين موجود هنا مع الميوزين في حتة من الـ A band. وفي هنا برضو من الناحية دي ومن الناحية دي أهو. لكن في جزء في النص مش هلاقي موجود عندي غير مايوزين فيلمنت فقط. وده اللي بيفسر لي الشكل بتاعي لما أجي أشوفه بالإلكترون مايكروسكوب. إيه اللي إحنا شايفينه بالإلكترون مايكروسكوب؟ تعال نشوف الأول. آدي الدارك إي باند، دي كلها إي باند. أهي. وآدي اللايت باند. آدي اللي هي كلها إيه؟ كلها بيضة دي. حلو أوي. وايت او اللايت اي اي باند دي بتبقى بايسكتد باي دارك لاين كده بيسموها ايه؟ بيسموها الزد لاين. الزد لاين او بيبقى زجزاج شيبت اند جيف ان اتاتشمنت تو ذا ايه؟ تو ذا ثين فيلمنت اون ايذر سايد. ادي الثين فيلمنت اهي، ادي الاكتين فيلمنت خارجه من الناحيه دي واكتين فيلمنت خارجه من الناحيه دي. الاكتين فيلمنت ديت بتروح تعمل ايه؟ زي ما قلت بتخش هنا عند الاي باند انتر ديجيتيتنج مع المايوزين في الحته دي. ومن نفس الكلام من الحته دي برضو بتيجي ايه؟ ادي الثين فيلمنت من الناحيه دي برضو انتر ديجيتيت هنا بتخش في الايه؟ في عند البريفري بتاع الاي باند بالشكل ده. تعالى بقى نبص على الاي باند. الاي باند مش كلها دارك، في جزء منها بيل في النص، بنسميه ايه؟ بنسميه الاتش زون. الحته اللي هي البيل دي بنسميها اتش زون، ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان دي عباره عن مايوزين فيلمنت فقط. لكن في حاجه تانية احنا شايفينها في الاتش زون، ايه ده؟ في انذر دارك لاين كده، في حته دارك تاني. معنى كده معناها ان في ايه؟ ان في هنا زي ما تكون حاجه اتكونت على بعض. ايه اللي بيحصل؟ المايوزين فيلمنت هنا بتيجي بتتربط بانذر فيلمنت ترانسفيرس فيلمنت كده، بتتربط مع بعضها، فده اللي بيديني حاجه اسمها ايه؟ اسمها ام لاين. يبقى ده الارينجمنت بتاع الايه؟ بتاع الاكتين اند المايوزين فيلمنت فين؟ في داخل المايو فايبر. عاملين الترنيتنج لايت اند دارك باند، اهي لايت اند دارك باند. زي ما احنا قلنا ان اللايت باند تاني او اللايت باند اللي هي الاي باند بتبقى بايسكتد باي ايه؟ باي الزد لاين، في حين ان الاي باند كونتيننج ابيل اتش زون اند ذيس از اي باند از بايسكتد باي وات از كولد ام لاين. ايه المولكيولر كومبوزيشن بتاع الثين اند ثيك فيلمنت؟ يعني هو حاجه سريعه بس هتكلم عليها. الثيك فيلمنت اللي هو المايوزين بيبقى عامل زي الكلوب ستيك بالشكل دوت، بيبقى عنده هيت وبيبقى عنده تيل. وفي عندي ثين فيلمنت بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن اكتين اند اسوشيتد بروتينز. الاسوشيتد بروتينز معاه اللي هي عباره عن تروبومايوزين اند تروبونين. طيب الاكتين مكون من حاجه من جلوبولر بروتين اسمه ايه؟ اسمه جي اكتين. الجي اكتين كده بيترص بطريقه معينه، بيعمل دبل هيليكس بالشكل ده زي العقد كده على بعض، ويبقى وينشا عنده ايه؟ سبايرال جروف. يعني بينشا في الاخر كده نتيجه ان انا عملت عقد وعقد ولفتهم على بعض، في حته بتبقى فراغ، فيجي مين يقعد فيها؟ التروبومايوزين. يجي التروبومايوزين يقعد فيها بالشكل ده. بعد كده التروبونين. التروبونين عباره عن 3 globular subunits، واحد منهم attached للتروبومايوزين، فعلشان كده سموه ايه؟ تروبونين تي. واحد منهم بيعمل binding للكالسيوم فسموه تروبونين سي. وواحد منهم بيبقى attached للاكتين عشان يمنع الاكشن بتاع الايه؟ بتاع المايوزين مع الاكتين، فعشان كده بنسميه تروبونين اي. تروبونين اي لان هو انهبت، لان هو الحقيقه بيعمل كفرج لحته معينه من الاكتين اللي هي بنسميها اكتين بايندينج سايت، اللي هي المفروض المايوزين يجي يعمل معاها ايه؟ معاها كونتاكت مع الاكتين، فالتروبونين اي بيغطي الحته دي. من هنا هينشا عندنا حاجه مهمه جدا اللي هي الاستراكشرال اند فانكشنال يونت بتاعت السكيليتال مصل، اللي هي مين؟ اللي هي الساركومير. الساركومير زي ما احنا قالوا يعني هنحددها ازاي؟ قالوا ما بين 2 زد لاين، الديستنس ما بين 2 زد لاين هي ديت الايه؟ هي ديت الساركومير. طب يا ترى الساركومير مكونه من ايه؟ تعالى كده، هاف اي باند اون ايذر سايد اهي. يبقى انا عندي نص اي باند من هنا، وعندي نص اي باند من هنا، وعندي اي باند كامله. يبقى هي عباره عن ايه؟ 1 اي باند and two halves of I band، لان انا هنا من اول الزد لاين ده لغايه الزد لاين ده. طبعا قلنا الاي باند بنفس الشكل، قلنا هنا بتبقى دارك من عند البريفري، وبيل ان ذا سنتر اللي هي الاتش زون، وعرفنا ليه
التركيب بتاعتها هنا بتبقى عبارة عن مايوزين، لكن قلنا هنا بيجي فيه عندنا زي ترانسفيرس فيلمنت كده بتربط المايوزين مع بعض، فبتبين كأنها ام لاين دارك ام لاين. تعال معايا ايه التشينجز اللي هتحصل في السركومير ديورنج الكونتراكشن. انا عايزك تبص على الرسمه بس، بص لي على الاي باند. الاي باند دازنت تشينج، ما بيحصلش اي تغيير. مين اللي بيحصل له التغيير؟ اللي بيحصل له التغيير الاي والاتش زون. تاني الاتش زون بيحصل لها شورتنج والاي بيحصل لها شورتنج. ليه؟ لان هنا الاكتين فيلمنت زي ما احنا هنشوف دلوقتي او هنتابع هنلاقي ان الاكتين فيلمنت بيحصل لها ايه، بتبتدي تبقى سلايدنج تووردز الايه المايوزين، بتبقى الاثنين بيبقوا بيشدوا، فبيشدوا على الزد لاين، يعني بيجيبوا لي الزد لاين لايه لجوه، فده بيخلي يحصل عندي ايه شورتنج، فبيحصل عندي ان الساركومير كلها على بعض بتبقى شورتند. ادي الاي باند زي ما انت شايف اختلفت، وكمان الاتش زون تقريبا بيقولوا انها ممكن كمان تو ديسابير، يعني بيحصل فيه هنا ان الاتش زون نفسها بتبقى نارو وكمان الاي باند بتبقى نارو. بعد كده خلصنا دلوقتي ايه، خلصنا المايو فايبرلز اند مايو فيلمنت. تعالى معايا للاذر اورجانيل اللي موجوده. يبقى احنا دلوقتي في الاي ام ستراكشر بتاع السكليت المصل، ادي الميتوكوندريا، بعد كده هتبتدي تظهر عندي بتوين المايو فايبرلز. يبقى انذر اورجانيل مهم جدا للكونتراكتايل بروسس عشان تتم، اللي هي مين؟ اللي هي الميتوكوندريا. اخدنا اول حاجه المايو فايبرلز، قلنا انها مهمه. ادي مايو فايبرل وادي مايو فايبرل وادي مايو فايبرل. بلاحظ حاجه، بلاحظ ايه؟ بلاحظ ان دي مايو فايبرل، الاي باند بتاعتها تحت الاي باند بتاعت المايو فايبرل اللي تحتها، يعني they are present in register، يعني محطوطين بطريقه منظمه. دي حته مهمه جدا. نفس القصه، تعال هنا للاي باند، بص الاي باند اللي بتاعت المايو فايبرل دي تحت الاي باند بتاعت المايو فايبرل الثانيه مباشره، برضو they are in register، عشان كده بتبان well distinct striations كويس قوي فين في السكيليتال مصل. ان بتوين المايو فايبرل زي ما اتفقنا بيبقى في عندي ايه، بيبقى في عندي بلنتي اوف ميتوكوندريا، لان دي مهمه جدا عشان تبروفايد الايه الانرجي. طب علشان زي ما قلنا الكونتراكتايل بروسيس دي تتم لازم يجي اوردر، لازم يجي لي ايه، لازم يجي لي الامر ان انا يحصل لي كونتراكشن. طيب تعالى كده، ايه دي؟ دي مصل فايبر واحده، خليه واحده يعني. طيب ايه اللي انا شايفاه ده؟ نقط. ايه النقط اللي انا شايفاها ديت؟ هنعرف دلوقتي. دي قال لك دي عباره عن حاجه اسمها تي تيوبيول، تي تيوبيول او بيسموها ترانسفيرس تيوبيول. تعالى كده، ادي الفتحه هنا، دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن فتحه انفوجينيشن من الساركوليما انتو السيتوبلازم. الايه السيتو اللي عايز اقول ان الساركوليما راح مدلدل حبل جوه السيتوبلازم، اسمه ايه؟ اسمه ترانسفيرس تيوبيولز. ليه بيسموه ترانسفيرس تيوبيولز؟ بص، لان هو جاي اكروس المصل، بيسموها ترانسفيرس تيوبيولز جاي كده. وبعدين هو جاي بيعمل ايه؟ بص كده معايا، بيحوط المايوفايبرل. يبقى كل الخروم اللي انا شايفاها ديت عباره عن ايه؟ عباره عن انفاجينيشن جايالي من الساركوليما، وبعدين داخله جوه في السيتوبلازم، رايحه تعمل ايه؟ رايحه تعمل انسيركل للمايوفايبرل. اه دي جايالها ايه؟ جايالها بالاوردر. يعني ايه؟ يعني نفهم من كده ان التي تيوبيول ديت بتعمل ايه؟ بتعمل كوندكشن للويف اوف ديبولاريزيشن. يبقى اول حاجه هنتعلمها دلوقتي ان احنا بيحصل لنا ايه؟ ترانسميشن للويف اوف ديبولاريزيشن من خلال الايه؟ من خلال التي تيوبيول، لان هي الحقيقه بتبقى كونكتد مع الانفايرمنت الخارجيه. هي مجرد ايه؟ هي انفوجينيشن جاي لي من السيل ممبرين داخل السيتوبلازم، وبعدين ايه؟ يخش يحيط بالمايوفايبرلز، وبعدين ينزل بعد كده على المايوفايبر اللي بعدها، وهكذا يحيط بيها. عندنا ايه كمان؟ عندنا دلوقتي حاجه اسمها ساركوبلازميك ريتيكولوم. الساركوبلازميك ريتيكولوم ديت اللي هي مين؟ اللي هي سموث اندوبلازميك ريتيكولوم. السموث اندوبلازميك ريتيكولوم هنا ليها دور مهم قوي. قال لك هي عباره عن ايه؟ عباره عن تيبيولز اهي، ساركو تيبيولز، بيسموها ساركو تيبيولز، انابيب. الانابيب دي بتيجي في النص كده وتيجي تتحد مع بعض وتعمل لي نتورك، ات ذا ميدل تعمل لي حاجه اسمها ايه؟ نتورك اوف ساركو تيبيولز. وتيجي جنب التي تيوبيول كده وتعمل لي ايه؟ تعمل لي دايليتد بارت بيسموه سيسترنا، فبيسموها تيرمينال سيسترنا. هقول تاني، الساركوبلازميك ريتيكولوم بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن جزء تيوبيولز رفيعه. التيوبيولز دي بتيجي عند النص وتيجي تعمل لي ايه؟ تعمل لي نتورك،
وتحيط بالمايوفايبرل. واخد بالك؟ يبقى المايوفايبرل دي بتحيط بيها ايه؟ بتحيط بيها التيتوبيول وتحيط بيها كمان الساركوبلازميك ريتيكولوم. اهي اهي بتحيط بيها بالشكل ده. الجزء التيرمينال بارت بتاع الساركوتيبيولز يبقى بتاع الساركوبلازميك ريتيكولوم يبان عندي ايه؟ حاجه دايليتد بارت كده بيسموه تيرمينال سيسترنا. يبقى ده اللي احنا بنقوله. طيب تعالى كده قول لي في حاجه عايزاك تاخد بالك منها. شايف التيتوبيول اهي؟ التيتوبيول دي فين؟ دي مين؟ دي الاي باند. طب ودي مين؟ دي الاي باند. طب وهنا التيتوبيول موجوده فين؟ بتدلدل يعني الساركو لما بيدلدل التيتوبيولز جوه السيتوبلازم فين؟ عند الجونكشن ما بين الاي باند والاي باند. يبقى هي بتبقى موجوده عند الليفل اوف ايه؟ اوف اي اي باند جونكشن. يعني يا شباب اللي انا شايفاها دي كلها على بعض ايه؟ خليه مصل واحده واحده فقط. جواها ايه؟ جواها بندلز من المايو فيلمنت اهي. كل واحده منها سميناها ايه؟ مايو فايبرل. دي مايو فايبرل ودي مايو فايبرل ودي مايو فايبرل. مكونه من ايه؟ مكونه من مايو فيلمنت اللي هم بيعملوا لي ايه؟ اللي بيعملوا لي الايه؟ اند اللايت باند. طب ايه اهميه الكلام ده؟ اهميه الكلام ده علشان اقول لك ان انا عندي حاجه اسمها تيتوبيولز وساركوبلازميك ريتيكولوم، الاثنين مع بعض مهمين جدا دلوقتي زي ما هنشوف في مساله الكونتراكشن. التيتوبيولز هو انفاجينيشن من الساركولما انتو السيتوبلازم، اند ات ايه؟ ات برانش اند سراوند ايه؟ سراوند المايو فيلمنت او المايو فايبرلز از ا كولر، زي ما يكون عقد كده. وكمان الساركوبلازميك ريتيكولوم نفسها اللي هي بتمثل سموث اندوبلازميك ريتيكولوم. سموث اندوبلازميك ريتيكولوم هنا وظيفتها ايه؟ فاكر زمان احنا كنا بنقول على ازاي زمان على السموث اندوبلازميك ريتيكولوم هي السايت اوف ستورج اوف كالسيوم، فهنا هي فعلا السايت اوف ستورج اوف كالسيوم اند ريليس ات ذا سيم تايم. خلاص يبقى هي السايت اوف ستورج اند ريليس اوف. ادي المنظر تاني، ادي الساركولما، ادي بيبعت انابيب اسمها ترانسفيرس تيبيولز بتخش زي ما قلت اكروس المايو فايبرلز تحيط بيها بالشكل ده. مين اللي ماشي معاها؟ اللي ماشي معاها هو التيرمينال سيسترنا بتاعه الساركوبلازميك ريتيكولوم. يعني انا عندي ساركوبلازميك ريتيكولوم هنا ليها تيرمينال سيسترنا اهي، وعندي انذر ساركوبلازميك ريتيكولوم ليها تيرمينال سيسترنا. فقالوا ايه؟ حاجه غريبه قوي. قالوا يعني كل تيتوبيول اون ايذر سايد بيبقى عندها ايه؟ بيبقى عندها تيرمينال سيسترنا من الناحيه دي وتيرمينال سيسترنا من الناحيه دي. فسموا ده الاستراكشر ده سموه ايه؟ سموه ترايد. ليه بقى الاستراكشر ده مهم؟ وايه هي ترى علاقتهم ببعض؟ قال لك دلوقتي ادي انا دلوقتي داخل ماسل فايبر، وادي المايو فايبرز بتاعتها بالشكل ده، وادي الساركو لما بتاعي، وهنا هيحصل هتيجي النيرف بتاعي باعت لي امبلس، وهتحصل عندنا ويف اوف ديبولاريزيشن. الويف اوف ديبولاريزيشن هتخش along التي تيوبيول. التي تيوبيول هتبعت الويف اوف ديبولاريزيشن كده لكل المايو فايبرلز بتاعتي، فده بيؤدي لحاجه مهمه جدا، بيؤدي الى ريليس اوف كالسيوم فروم ذا ساركوبلازميك ريتيكولوم. يبقى اهميه الترايات ده ايه؟ وجودهم كده جنب بعض بالرغم من ان مفيش كونتينيوتي ما بينهم، يعني مفيش كده حاجات ما بينهم، ده هم مجرد ان هم جنب بعض صحيح، ولكن مفيش كونتينيوتي، مفيش ايه حاجه ما بينهم ماديه. خلاص؟ فايه اللي انا هلاقيه اول ما بتحصل الويف اوف ديبولاريزيشن بالشكل ده؟ هبص الاقي ان على طول هيحصل ريليس اوف كالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولوم. وانت عارف ان اول ما الكالسيوم هيبتدي يبقى موجود يبقى هذا الكالسيوم على طول هيؤدي ان يحصل الاكشن ما بين الميوزين اند الاكتين. طيب قالوا يا ترى الترايد ده كل ساركومير فيها كام ترايد؟ بص كده ادي الساركومير اهي، ايه رايك؟ فيها تو ترايد، يبقى في ترايد من هنا في ترايد من هنا، عندي اتنين، عندي هنا كل واحد كل ترايد. يعني ايه ترايد؟ يعني ثلاثة، يعني مكون من 1 transverse tubules and 2 terminal cisterna on each side and there is a and there are two triads per each sarcomere. يبقى كل sarcomere، طب حد يفكرني تاني الترايد بتاعي او التيتوبيولز موجوده عند الليفل اوف ايه؟ ايوه اوف الاي اي جونكشن، ما بين الجونكشن ما بين الاي باند اند الاي باند، هلاقي الليفل بتاع الترايد او التيتوبيولز بتبقى موجوده عندي.
اتكلمنا عن الاورجانيلز، تعالى بقى نتكلم عن الانكلوجنز. الانكلوجنز عندي عباره عن حاجتين مهمين قوي. عندي اول حاجه الجلايكوجين، وده بيبان عندي في صوره جرانيولز بنسميها بيتا جرانيولز. وزي ما احنا عارفين قبل كده ان الجلوكوز عامه لما بيبقى استورد بيبقى استورد اكتر حاجه في السكيليتال موسلز، وبيبقى استورد في الليفر، وبنعتبره از سورس اوف انرجي. another inclusion اللي هو بنسميه مايوجلوبين. اسمه كده ايه؟ مايو دي يعني ماسل، وجلوبين بيفكرك بايه؟ بيفكرك بالهيموجلوبين، زي اللي موجود عندي بالظبط في الار بي سيز. وفعلا اكتشفوا ان هو عباره عن اكسجين بايندينج بروتين. اكسجين بايندينج بروتين بيخلي الاكسجين تو بي كيبت انسايد السكيليتال ماسل، يعتبر عندي كريزيرف، كانه كريزيرفوار موجود عندي للايه؟ للاكسجين. بعد كده هنتكلم عن ابتدوا يعملوا تقسيمه للسكيليتال ماسل فايبرز على اكوردنج للايه؟ اكوردنج للاستراكشر بتاعها، على حسب التايب اوف كونتراكشن اللي هي بتعمله، وكمان على حسب الميتابوليك فيتشرز. فلاقوا ان احنا عندنا في ثلاث انواع من السكيليتال ماسل فايبرز موجوده. اول نوع اسمه تايب 1، وفي عندي نوع اسمه تايب 2A، واخر تايب اللي هو اسمه تايب 2B. تعال نشوف كل واحد وايه الفيتشرز بتاعته. اول واحد عندي اللي هو تايب 1، ده بنسميه اسم تاني بنسميه ريد، او بنسميه سلو اوكسيديتيف. ده بيعتبر السمولست دايمتر، يعني يعتبر اصغر حاجه في الحجم امونج الثري تايبس بتاعتي. طب ليه بيسموه ريد؟ اكتشفوا ان هو عنده نيومرس تايب اوف كابيلاريز، عنده نيومرس كابيلاريز كتيره جدا. النيومرس كابيلاريز دي جايبه له ايه؟ جايبه له نيوتريشن، وجايبه له طبعا اكسجين. طب مين اللي هياخد الاكسجين؟ المايوجلوبين. فانا عندي هاي كونتنت من المايوجلوبين موجود. طب ومين اللي هيستخدم الاكسجين؟ الميتوكوندريا. الميتوكوندريا بتستخدم الاكسجين فور اوكسيديتيف فوسفورايزيشن. يبقى الانرجي هنا معتمده على ايه؟ معتمده على الاكسديشن، عشان كده سميتها اوكسيديتيف. طيب هل تفتكر لو انا عندي جلايكوجين كميته هنا في هذا النوع هتبقى كتيره ولا قليله؟ لا، هتبقى قليله، لان هنا انا جايالي انرجي كويسه جدا، جايالي اكسجين كافي، عن جايلي من الكابيلاريز اللي موجوده، جايلي الاكسجين موجود باوندد كويس للمايوجلوبين، والاكسجين هتستخدمه الميتوكوندريا. فانا مش مستاهله، مش مستاح يعني مش محتاجه ان انا يبقى عندي هاي كونتنت من الجلايكوجين، يبقى اذا انا عندي لو جلايكوجين. اللي انا عايزه اقوله دايما تخلي بالك ان ال 2 ام دولت اللي هي المايوجلوبين والميتوكوندريا والكابيلاريز، هذه الثلاثه دولت مع بعض لازم يكونوا ايه؟ لازم يكونوا موجودين مع بعض، ليهم علاقه ايه؟ طرديه مع بعض. يعني لو دي الكابيلاريز عاليه يبقى لازم المايوجلوبين عالي، يبقى لازم الميتوكوندريا عاليه، تمام؟ والعكس الصحيح بيبقى ساعتها العكس تماما، بيبقى الجلايكوجين هو اللي قليل. يبقى دايما الثلاثه دولت هتبص تلاقيهم بيتناسبوا عكسيا مع كميه الايه؟ مع كميه الجلايكوجين. طب نيجي للتايب اوف كونتراكشن لهذا النوع من السكيليتال ماسل فايبرز، نلاقيها ايه؟ دي واحده عندها الاكل بتاعها جاهز ومفيش مشكله خالص، فبراحتها قوي قوي، فبتعمل ايه؟ فبتعمل سلو برولونجد كونتراكشن، وما بتتعبش كمان، يعني صعب قوي انها تتعب لان الاكل جاي لها ومفيش مشكله عندها، كله جاهز. الاكزامبل اللي كده ايه؟ هي البوسترال ماسل بتاعه الباك. يعني انت بتقف كتير ومع ذلك بتبص تلاقي ان حتى لو ظهرك تعب بيتعب بعد فتره طويله جدا جدا، احنا بنفضل اصلا واقفين طول النهار. تعالى ناخد الاذر اكستريم من السايد التاني اللي هو بنسميه تايب 2B، بيتسمى وايت وبنسميه فاست وجلايكوليتيك. ده يعتبر عكس تماما التايب ايه؟ تايب 1. ازاي؟ اولا هو وايت، خلي بالك من كلامي، وايت it is of white or large diameter، يبقى هو يعتبر وايت diameter. It is the largest diameter among the three types. اخبار الكابيلاريز ايه؟ اولا ده ايه؟ وايت، يبقى اذا انا عندي فيو كابيلاريز. وزي ما اتفقنا اول ما هقول كلمه فيو كابيلاريز يبقى على طول المايوجلوبين قليل والميتوكوندريا قليله. اللي بالي الاكل وجايبالي الحاجات قليله، فلازم الحاجات التانيه اللي هي المفروض بقى تشيل الاكسجين والمفروض اللي هي يوتلايزنج الاكسجين هي كمان هتبقى قليله. طب اخبار الجلايكوجين ايه؟ الفايبر هنا هتعتمد على ايه كمصدر للطاقه؟ هتعتمد على الجلايكوجين. يبقى انا عندي هاي كونتنت من الجلايكوجين، وعشان كده سميتها ايه؟ جلايكوليتيك، لانها بتعتمد على الجلايكوليسيس اللي موجود عندي للايه؟ للجلايكوجين كمصدر للطاقه. طب اخبار الكونتراكشن بتاعها ايه؟ الكونتراكشن بتاعها بيبقى فاست، ولكنها بتتعب بسرعه جدا، بطوي ذرابت فاتيك. يبقى خلي بالك هنا الاكزامبل هنا ايه؟ الاكسترا اوكيولر ماسلز. يبقى بمنتهى البساطه الشديده سميتها وايت علشان هي عندهاش ايه؟ ما عندهاش، خلي بالك، كابيلاريز كتيره، المايوجلوبين كميته قليله، ده اللي بيخليها تبان عندي وايت. طيب سميتها جلايكوليتيك، قلت لان هي اعتمدت على الجلايكوليسيس
بس نخلي بالنا ان احنا عندنا هاي اماونت هنا من الجلايكوجين، وخلي بالنا دايما العلاقه ما بين الثلاثه دولت عكسيه مع ايه؟ مع الجلايكوجين. نيجي زي ما كل حاجه في الدنيا لازم في حاجه وسط، فاحنا عندنا هنا تايب 2A او الانترميديت، ده الحاجه وسط ما بين التايب 1 اند تايب 2B. تعال نشوف اساميه الثانيه ايه. بنسميه فاست، بنسميه اوكسيديتيف، ونسميه جلايكوليتيك. يعني ايه؟ يعني الراجل ده قادر يشتغل مره اوكسيديتيف فوسفورايليشن ومره يشتغل ايه؟ يشتغل جلايكوليسيس. اهو ده اللي انا بسميه ايه؟ الميتابوليك فيتشرز. عرفت انا ليه مقسماهم اكوردنج كمان للميتابوليك فيتشرز؟ عشان الاسامي دي. فنمره واحد، تعالى للدايمتر. اول حاجه اتيز انترميديت ان دايمتر، كويس. طب اخبار الكابيلاريز ايه؟ لا، الكابيلاريز هنا كويسه، نيوميرس، تعتبر نيوميرس. المايوجلوبين مودريت اماونت، المايوجلوبين. الميتوكوندريا تعتبر برضو ايه؟ اماونت كويسه من الميتوكوندريا، كويس. الجلايكوجين انترميديت اماونت من الجلايكوجين، هو تقريبا بيبقى انترميديت في كل حاجه. طيب قلت من شويه طالما هو عنده نيوميرس كابيلاريز وعندي مايوجلوبين وعندي ميتوكوندريا يبقى يقدر ايه؟ يبقى اوكسيديتيف، وطالما كمان عنده اماونت من الجلايكوجين يبقى برضو يعمل ايه؟ جلايكوليتيك. يبقى ممكن يشتغل التو باث ويز، سواء كان الاوكسيديتيف فوسفورايليشن او سواء يشتغل بالجلايكوليسيس. اخبار الكونتراكشن بتاعه ايه؟ الكونتراكشن بتاعه بيبقى فاست لكنه ايه؟ ما بيتعبش بسرعه، بيبقى فاتيج سلولي. ده زي ايه؟ زي الميجور ماسلز بتاعه الليك. يبقى عرفنا دلوقتي الفروقات الثلاثه. عندي تايب 1 بنسميه ريد او سلو اوكسيديتيف، فهمنا السبب في التسميه. تايب 2 A اللي هو الانترميديت بنسميه فاست اوكسيديتيف جلايكوليتيك، وتايب 2B اللي هو الوايت بيبقى فاست اند جلايكوليتيك. تعالى بعد كده للكونكتيف تيشو كفرنج بتاعت السكيليتال ماسل. لو انا رحت عند يعني مثلا رحت عند الجزار، كويس كده، وطلبت ايه؟ هنفترض ان دي مثلا انا طلبت فخده ولا حاجه، ادي الفلاش بتاعي مش كده؟ طب هنلاقي ايه؟ هنلاقيها كفر بحاجه بيضه كده في الاول خالص، بتبقى ديب فاشيا، ده الجزء الاولاني خالص، ده اللي بيبقى اسمه ديب فاشيا. بعد كده المصل بتبقى كفرد باي كونكتيف تيشو، اول كونكتيف تيشو اسمه ايبيميزيوم، يعني العضله كلها على بعض هنا، العضله بقى كلها على بعض بتبقى متغطيه بايبي كفرنج تحت ديب فاشيا اسمه ايبيميزيوم. ده عباره عن دنس كونكتيف تيشو، وده اي زي وظيفه اي كونكتيف تيشو، بيكون شايل البلاد فيسلز وبيكون شايل النيرفز والليمفاتكس وهكذا. طيب جوه العضله، العضله نفسها بلاقيها متقسمه انتو باندلز اهي، في كونكتيف تيشو كده من جوه يبتدي يقسم بعد كده العضله من الداخل انتو باندلز. ادي الباندل بتاعتي، ده بنسميه ايه؟ بنسميه بيري ميزيوم. يبقى احنا قلنا ايبي يعني ابون ذا ماسل او اباف ذا ماسل، اوكي. بيري يعني حوالين، حوالين يعني ايه؟ يعني ابتدى من جوه يقسم لي العضله من الداخل انتو ايه؟ انتو باندلز اهي، هي دي. يبقى دي باندل اهي، او بنسميها اسم تاني بنسميها فاسيكل. طيب البريميزيوم بيعمل ايه؟ نفس القصه برضو، شايل لي البلاد فيسلز، شايل لي الليمفاتكس، شايل لي النيرفز. طيب يبقى ده عباره عن ايه؟ ادي بعد كده ادي اللي احنا شايفينها دي، دي اللي هي الباندل، ادي الباندل اهي انا مكبراها اهي. زي ما اتفقنا ان هنا بعد كده كل بندل بقى هنبص نلاقيها مكونه من ايه؟ مكونه من ماسل سيلز او ماسل فايبرز. يبقى بعد كده كل واحده اللي احنا ادي اهي الماسل فايبر. طيب الماسل فايبر دي ودي ماسل فايبر ودي ماسل فايبر، ان بتوين ذير از ا كونكتيف تيشو بنسميه اندوميزيوم، عباره عن لوز كونكتيف تيشو برده، معظم ريتيكولار فايبرز اكتر حاجه، معاها ايه؟ معاها بلاد كابيلرز. طيب اجي بقى اخد بس يعني اكبرها شويه، ادي الايه؟ ادي المصل فايبر الواحده، المصل فايبر الواحده اهي زي ما احنا شايفينها بالشكل ده، جواها مكونه من ايه؟ من مايو فايبرز. يبقى ادي الخريطه بتاعتي. يبقى انا عندي مصل اهي كفرد الاول حاجه باي ايبيميزيوم اللي هو ده كونكتيف تيشو، دنس كونكتيف تيشو، وبعدين المصل بعد كده بتتقسم انتو باندلز اهي. ايه اللي خلاها تتقسم انتو باندلز؟ دنس كونكتيف تيشو تاني اسمه بيري ميزيوم، بيري ميزيوم، بيري يعني حوله. طب تعالى نخش في كل باندلز من دولت، كل باندل من دي، لما اجي اخد الباندل بقى كل باندل دي
مكونه من ايه؟ مكونه من muscle fibers او cells، يبقى دي خليه اللي انا عماله اتكلم فيها من الصبح، دي muscle fiber او muscle cell. طب تعالى ناخد المسل سيل او فايبر بتاعتي، هلاقيها مكونه من ايه؟ من مايو فايبرلز. اللي انا لو حبيت اسالك هي المايو فايبرلز دي جواها ايه؟ هتقول لي مايو فيلمنت. يعني هي تخيل كده عباره عن ايه؟ كانها عباره عن حاجه من حاجه من حاجه من حاجه. تمام؟ طيب ادي المسل فايبر. طب حد يقول لي بقى، حد شاطر يقول لي دي ايه؟ ده من بره خالص. انا داخل انا هنا ايه؟ ادي المسل فايبر بتاعتي، وادي النيوكليا بتاعتها، وادي السيتوبلازم عباره عن ايه؟ عباره عن مايو فايبرلز. كل دي مايو فايبرلز اهي. وايه اللي براها ده الاسود ده؟ ايه؟ قال لك ده الاكسترنال لامينا بتاعتها. وانكلوزنج ايه الاكسترنال لامينا ده؟ قال لك ده انكلوزنج ساتلايت سيل. دلوقتي هنتكلم عن الجروث اند ريبير اوف سكيليتال ماسل فايبرز. قلنا الجروث بتاع السكيليتال ماسل فايبرز بيبتدي ان ذا بري نيتال لايف from ammoniumnucleated cells which is mesodermal in origin، بنسميها myoblast. الميوبلاست بتيجي تبقى fused together forming a single tube. هذه بتبقى فيما بعد ايه؟ skeletal muscle fibers. لكن مش كل الميوبلاست بتبقى fused، بيفضل عندي جروب من السيلز بتبقى in relation للsurface of the skeletal muscle fibers اللي هي بنسميها satellite cells. الستلايت سيلز بتبقى مونو نيوكليتد سيلز، وبتبقى انكلوزد ويذن الاكسترنال لامينا بتاعه السكيليتال ماسل فايبر. ادي سكيليتال ماسل فايبر اهي، وادي المايو فايبرز بتاعتها، وادي النيوكلياي اللي موجود على البريفري، واللي بره دوت اللي هو البينك الغامق ده يعتبر مين؟ اللي هو الاكسترنال او الاكسترنال لامينا بتاعتي. وادي النيوكليس بتاعه الاي بتاعه الستلايت سيلز. بعد البوست نيتال لايف يعني بعد الولاده بيبتدي الجروث اوف سكيليتال ماسل فايبرز عادي، بيحصل لها جروث ان ايه؟ ان لينس، بتبتدي تكبر في ايه؟ في الطول. طب بيجي عن طريق ايه؟ عن طريق ان الساتلايت سيلز دي بتشتغل عندي از ستيم سيل. تبتدي هذه الساتلايت سيلز تتحول الى مايوبلاست، والمايوبلاست تعمل نفس الحاجه اللي كانت بتعملها ان بري نيتال لايف، تبتدي تبقى فيوز توجذر، فتبتدي تزود الايه؟ تبتدي تزود الطول بتاع الماسل فايبرز بتاعتي. الكلام ده بيحصل مش بس في زياده في الطول، لكن الستلايت سيلز كمان لو حصل عندي انجري للسكيليتال ماسل. ساعات السكيليتال ماسل يحصل لها انجري، والانجري ده يبقى صغير، يعني يعمل لي سمول ديفكت. يعني كتير جدا نسمع ان الرياضيين مثلا حصل له تير او تمزق في حته كده معينه في العضلات، فلو حصل ان الحاجه دي كانت صغيره او هذا السمول ديفكت، هتيجي الستلايت سيلز عادي جدا اللي هي بتشتغل عندي از ستيم سيلز، وتبتدي تتحول عادي المايوبلاست، والمايوبلاست تبقى فيوز توجذر وتقدر ان هي تو ريبير هاز ديفكت. لكن لو كان عندي لارج ديفكت هتبقى مشكله، لان في الحاله دي مش هتقدر الستلايت سيلز ان هي تو اوفركم الجاب الكبيره اللي موجوده عندي، ففي الحاله دي هيبقى ايه؟ هتبقى ريبليسد باي فايبرس تيشو. طيب هل يا ترى لما بنقول ان في انكريز في الويث في العضله يعني ايه؟ يعني انت بتلاقي نفسك، في ناس بتروح الجيم وبتبص تلاقي ان العضلات بتاعتهم ابتدت تتنفخ كانها واحد بيعمل عضلات، تمام؟ يقول لك انا بعمل شيبنج. المهم بنلاقيها النفخه دي ايه؟ هل العضله دي حصل لها انكريز ان ايه؟ ان دايمتر، زادت في الويدث بتاعها. طب يا ترى ايه السبب ده؟ احنا بنسميه ايه؟ بنسميه هايبرتروفي. السبب هنا هو انكريز للنمبر اوف مايوفايبرلز. يعني اللي انا عايز اقوله لك هنا ان الستلايت سيلز ملهاش دور في الانتفاخ اللي حصل او العرض اللي حصل للمصل. كل اللي حصل هنا ان انا زودت المايوفايبرلز، النمبر اوف مايوفايبرلز دي عباره عن بروتينز عاديه جدا بتتصنع بالرايبوزومز اللي موجوده عندي، فطبيعي بروتينز لان هي الاكتين والمايوزين فيلمنت تتصنع عادي جدا، وتبتدي تزود الايه؟ النمبر بتاعه المايوفايبرلز، بحيث ان هو في الاخر يؤدي الى هذا الهايبرتروفي او الانتفاخ اللي انت بتشوفه بيعمل لي الاشكال في الايه؟ في المصل. قال لك ايه بعد كده؟ قال لك في حاجه اسمها موتور يونت. ايه الموتور يونت دوت؟ كلمه موتور يعني موتور نيرف، كويس؟ فقال لك الموتور نيرف اللي جاي لي سبلاينج جروب اوف ماسل فايبرز توجذر بحيث ان هم يشتغلوا از وان يونت، هنسميها موتور يونت. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا مثلا الحركات بتاعتنا بتبقى ساعات في فاين موفمنت قوي، وفي عندنا عضلات بتشتغل كورس موفمنت. يعني عارف كده الفاين ادجستمنت، الفاين ادجستمنت والكورس ادجستمنت. شفت الفاين ادجستمنت لما تيجي تحركه في الميكروسكوب ايام ما كنا بناخد الميكروسكوب، ماشي؟ كان بيبقى فيه ايه؟ كان تقدر تحرك حركه
خفيفه جدا مش قادر تحسها. قال لك دي بتبقى سبيسيفيك قوي، ويجي ممكن ان السنجل ماسل فايبر يجي لها مخصوص موتور نيرف، يجي لها نيرف فايبر مخصوص. انما لو بتحرك حركه واسعه وكبيره ممكن مجموعه الماسل فايبرز يجي لها ايه، ممكن تبقى سبلايد باي ايه، باي وان نيرف فايبر. يعني عندي مجموعه كبيره من الماسل فايبرز جاي لها وان نيرف فايبر واحد، تخيل. طبعا بالبرانشز بتاعته هيبقى بعد كده هيحصل له برانشنج يعني، بس اللي اقصده ان انا لو عايز سبيسيفيك موفمنت قوي موتور نيرف فايبر واحد يعمل لي سبلاي لماسل فايبر واحده خلاص. ولو انا بعمل كورس موفمنت زي الماسلز اوف ذا باك مثلا، ممكن الاقي ان انا ممكن يكون عندي موتور نيرف واحد يعمل لي سبلاي لميني ميني ماسل فايبرز اب تو 100 ماسل فايبرز مثلا. فده اللي احنا بنسميه موتور يونت. لما النيرف بتاعي بيجي يقرب من الموتور نيرف بتاعي، يبتدي يقرب من السكيليتال ماسل، بيحصل له ايه؟ بيبتدي يديني حاجه اسمها اكزون تيرمينالز، اكزون تيرمينال، ويجي ينزل كده زي ايه، زي نوب لايك ستراكشرز، ينتهي بحاجه زي الكور على ايه، على السيرفيس اوف ذا سكيليتال ماسل فايبر. ده بنسميه ايه، هذا النوع نوع من انواع الجونكشن الحقيقه ما بين النيرف وما بين المصل، فسموه ايه، فسموه ماي نيورال جونكشن او نيورو ماسكولار جونكشن. الاسم الثاني ليه هو الموتور اند بليد. موتور يعني موتور نيرف، اند يعني نهايه نهايته، بليد لان اخر جزء فيه بيبقى عندي فلات بالشكل ده. طيب ادي نهايه الموتور نيرف، ادي الموتور اند بليد، تعال نشوفه كده. الموتور اند بليد ده عباره عن ايه، ادي الاكزون تيرمينال بتاعي، الاكزون جاي لي، هنتكلم فيما بعد النيرف يعني، النيرف مفيش مشكله لغايه ما ناخد النيرفس. ادي النيرف بتاعي جاي لي خلاص، نيرف تيرمينال يعني نهايته، بينتهي بايه، بيقولوا عليه نوب لايك ستراكشر، دايليتد اند بالشكل ده، بيقولوا عليها نوب لايك ستراكشر. بتنزل في ايه، بتنزل في حفره، الحفره دي موجوده فين، على السيرفيس اوف ذا سكيليتال ماسل. يبقى انا فين هنا، انا هنا اهو السيركوبلازم بتاعي بتاع السكيليتال ماسل، انا ادي الخليه بتاعتي، ادي الماسل فايبر بتاعتي، وادي السيل سيرفيس بتاعها. ده مين؟ ده الساركو لما بتاعي. خلاص؟ طيب تعال نبص ايه اللي بينزل. قال لك بينزل في حاجه اسمها ترف، ترف يعني زي الحوض كده، بينزل في حاجه زي الحوض. هل ده نقدر نشوفه باللايت مايكروسكوب؟ قال لك اه. قال لك في حاجه اسمها الموتور اند بليد بحاجه اسمها جولد كلورايد امبريجنيشن تكنيك. الجولد كلورايد ده عباره عن سولت، تمام؟ اللي بيحصل ان هو بيقدر يصبغ النيرف فايبر بتاعي. فادي ايه، ادي المصل اهي بتاعتي، دي المصل سيرفيس اهو، وادي الاكزون بتاعي، ادي التيرمينالز بتاعته زي ما انت شايف، جاي ينتهي على ايه، على السيرفيس اوف ذا مصل، بيبان بالشكل ده، بيبان بحاجه اسمها ايه، جولد كلورايد. ايه اللي بيحصل عند المنطقه دي، عند الموتور اند بليد او عند الماي نيورال جونكشن؟ ادي النيرف بتاعي بينتهي زي ما قلت لك بنوب لايك ستراكشر بالشكل ده، دايليتد بارت، على السيرفيس اوف ايه، اوف ذا سكيليتال ماسل فايبر. ادي السيرفيس بتاع السكيليتال ماسل فايبر. تعال نشوف ايه اللي بيحصل. هو الموتور اند بليد ده عشان ايه، الفانكشن بتاعته عشان انقل الاوردر، عشان انقل الامبلس، عشان توصل عندي للايه، للمسل، عشان تقول لها اتحركي. طيب فانا عندي الجزء ده بيبقى دايليتد بالشكل ده اللي هو النوب لايك ستراكشر، بيبقى فيه ايه، علشان هي تتحرك لازم تجي لها الاوردر ازاي، عن طريق نيورو ترانسميتر. النيورو ترانسميتر ده استالكولين، فبيبقى موجود عندي داخل ايه، داخل فيزيكلز اسمها سينابتيك فيزيكل، وعشان ده يبقى يجيله سورس اوف انرجي لازم يبقى عندي ايه، لازم يبقى عندي ميتوكوندريا. فانا الجزء الاولاني هنا من الموتور اند بليد اللي هو ناحيه النيرف بيسموه بري سينابتيك بارت، او يعني الجزء اللي هو اللي هو قبل الارتباط مع المصل بنسميه بري سينابتيك بورت. ده كله ايه، بيبقى فيه سينابتيك فيزيكلز كونتيننج الاسيتايلكولين، ومعاها ايه، ومعاها ميتوكوندريا. طيب مين اللي بيستقبلها، بيستقبلها السيرفيس اوف السكيليتال ماسل فايبر. طب ايه اللي احنا شايفينه هنا، قال لك السيرفيس ده بنلاقي الساركولما بتاعي عمل لي حاجه اسمها جانكشنال فولد. ادي الفولد اهي، فولد فولد. الله،
انا لما بعمل فولد كده انا ايه الهدف منه؟ قال لك عشان ازود السيرفيس اريا، يبقى انا في هنا ناحيه الايه، ناحيه السكيلتال ماسل، في عندي هنا جونكشن فولد وظيفتها انها تزود لي ايه، انها تزود لي السيرفيس اريا بتاعتي. ان ريليشن، طب هي الجونكشن فولد دي بيبقى عليها ايه كمان؟ بيبقى عليها ريسبتورز فور اسيتايل كولين علشان تبتدي ايه تستقبل الاشاره اللي جايه لها من الاسيتايل كولين. هنا الحته دي بيسموها سينابتيك ليفت، دي عبارة عن سبيس موجودة ما بين الايه، ما بين الجزء بتاع الاكزون وما بين الجزء بتاع المصل، ده اسمه سينابتيك ليفت. فده اسمه بري سينابتيك، دي اسمها سينابتيك ليفت، دي اسمها بوست سينابتيك. كلمة سينابس يعني ايه؟ يعني كوميونيكيشن، يعني في عندي نوع من انواع الكوميونيكيشن موجود بس ما بين نيرف وما بين مصل. الجزء هنا ده بيبقى عندي synaptic vesicles and mitochondria، هنا بيبقى زي ما انت شايف برضو بيبقى في عندي ايه، بيبقى في عندي mitochondria وكمان بيبقى عندي glycogen، بيبقى هنا احتياطي بيبقى عندي ايه mitochondria and glycogen في الحتت دي اللي احنا سميناها ايه post synaptic. طب هو ايه اللي بيحصل؟ تعال بقى نطبق اللي احنا اخدناه. ادي اللي اتفقنا عليه الترمينال بارت من الايه، من الاكزون اللي احنا سميناه لايك انوب، عامله زي عامله زي المقبض بتاع اكره الباب، كويس اهو كده. ادي سينابتيك فيزيكلز كونتيننج اسيتايل كولين، حلو قوي. الاسيتايل كولين هيبقى ريليست، تيجي هنا الجنكشنال فولد اهو، الجنكشنال فولد يبقى انا هنا فين عند السيرفيس بتاع السكيليتال ماسل. فاول ما الاسيتايل كولين يبتدي مع الريسبتورز بتاعته تنشا عندي ويف اوف ديبولاريزيشن على طول، ده نتيجه ان في حاجه اسمها صوديوم جيتد تشانلز بتبتدي تفتح، فعلى طول ويف اوف ديبولاريزيشن. بص ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده، ده دي تيتوبيولز اهي، تيتوبيولز اهي، وعماله ايه، وعماله اللي هي لفه حوالين مين، حوالين المايوفايبرال، تمام. وبعدين مين اللي جنبها؟ اه ده السيركوبلازميك ريتيكل، يبقى دي التيرمينال سيسترنا، ده مين ده، ده ريليس اوف كالسيوم. الله الحق يا كالسيوم، روح على مين، على التروبونين اي، علشان التروبونين سي علشان تمسك في الكالسيوم، عشان تمسك فيه ويحصل كونفيجريشن للشكل ويبتدي الجزء اللي هو تروبونين اي يبعد عن الاكتين، فينشا عندي اكتين اند مايوزين اي انتر اكشن ويحصل عندي كونتراكشن للمصل. خدت بالك من الترياد اهو، ادي التي تيوبيول اهي، وادي ايه، وادي التو تيرمينال سيسترن، عشان لما اجي اسالك بعد كده هو ايه هو الرول اوف ترياد في الكونتراكشن اوف سكيلتال ماسل تكون فاهم عندي هو. نتصور بقى سبحان الله بتحصل حاجه غريبه جدا. نفترض احنا قلنا دلوقتي ان احنا عندنا اسيتايل كولين بيبقى طالع، والاسيتايل كولين دوت لما بيطلع المفروض ان هو تو بايند تو سيرتن ريسبتورز، مش كده؟ طيب نفترض ان جت انتي بوديز وجت عملت ايه، خلت الريسبتورز دي ايه تبقى بلوكت. انتي بوديز، الانتي بوديز تيجي تعمل كومبيتيتيف انهيبيشن، تيجي ايه تربط، يعني هي اللي تيجي تربط في الريسبتورز فما تخليش الاسيتايل كولين يشتغل، صح؟ الاسيتايل كولين هنا ايه مش هيشتغل، هنا جاي عشان يشتغل لا الدنيا ايه، لا الدنيا مقفوله. بتنشا عندي كونديشن اسمها بتتميز بالويكنس اوف سكيليتال ماسل فايبرز، اسمها ايه مايثينيا جريفز، مايثينيا جريفز اللي هو بيحصل ويكنس في الايه، في العضلات. سببه ايه؟ سببه ان انا عندي انتي بوديز اجينست الاسيتايل كولين ريسبتورز اللي هي موجوده فين، اللي هي موجوده في الساركوليما عند الجونكشنال. طيب هو الاسيتايل كولين ده بيقعد يشتغل فور ايفر كده؟ يعني على طول؟ يعني ما هو لو فضل يشتغل على طول كده يبقى احنا بقى هنفضل طول النهار المصل دي هتبقى اندر كونتراكشن على طول. قال لك لا، المفروض كمان ان انا عندي في الساركوليما في انزيم اسمه استايل كولين ستريز. استايل كولين ستريز من اسمه ده بيكسر، بعد ما بتيجي الاوردر وبعد ما الاسيتايل كولين يعمل المهمه بتاعته يبتدي ايه يتكسر الاسيتايل كولين. لكن في حاجه بقى عايزه اتكلم عليها تانية، ان انا عندي ايه، عندي كونديشن تانية اسمها بوتوليزم. البوتوليزم دوت او اللي هو بنسميه احنا ايه، يعني واحد يقول لك ايه ده جاله تسمم، ده حاجه شائعه جدا ان احنا نقول ايه ده جاله تسمم، وخصوصا بعد ايه، وخصوصا بعد ما ياكل في شم النسيم، بعد ما بياكل فسيخ ورنجه والحاجات دي كلها، خلاص نتيجه ايه، اي كان فود، اي اكل محفوظ بيجي فيه توكسنز، بتيجي فيه توكسنز بتطلع من بكتيريا اسمها كلوستريديوم بوتولينوم. التوكسنز ديت بتعمل ايه؟ بتمنع من الاصل الريليس اوف اسيتايل كولين، يعني الاسيتايل كولين كده من الاصل بتمنعه، تمام. فده بيؤدي الى ايه بقى؟ اذا عمر ما في اوردر هيجي للمصل ان هي تكونتراكت،
فمن بيقول لك في بعض الاحيان ممكن العمليه توصل الى ان ممكن يحصل عندي باراليسز في الريسبيراتوري ماسلز بالذات، وهذا يؤدي الى ايه؟ هذا يؤدي الى دث. يبقى دي كونديشن بنسميها ايه؟ بنسميها بوتوليزم، ده نتيجه البويزنينج بحاجه اسمها بوتولينم توكسن. ده البوتولينم ده عباره عن ايه؟ عباره عن بكتيريا، البكتيريا ديت بتقوم جايه التوكسنز بتاعتها تمنع الريليس اوف اسيتايل كولين. لو منعت الريليس بدرجه كبيره ممكن يؤدي كده الى كونديشن بنسميها الى دث نتيجه الباراليسيس اوف ذا ريسبيراتوري ماسل. ثانك يو فيري ماتش. اي هوب ان شاء الله ان انتوا تكونوا فهمتوا الموضوع، هنقرا الموضوع بالراحه. تمام. كمان عايزاكم تبصوا على الرسومات كويس، مفيش اي حاجه في الهيستولوجي غير لما لازم تبقى من خلال الرسم. اتمنى ليكم ان شاء الله كل الخير. السلام عليكم ورحمه الله.